الشركة بتسلم عليك وبتحكي لك يعطيك العافية، بس السنة ما رح يكون في بونص، واللي مش عاجبه يراجع المدير العام. يعطيكوا العافية. ليش هيك؟ يا سيدي مش عاجبني وبراجع المدير واللي يتشدد للمدير، بس أنا اللي مش فاهمه إنه ليش أنتوا مصرين تطلعوا الشر اللي جواتنا؟ ليش أنتوا مصرين تحكوا الفانوس وتطلعوا المارد، واللي بحضر المارد يصرفوا إذا بقدر؟ لا، أنا حقي ما بسكت عنه، وطلب الحق صنعه، واللي بده ياكل حقي لسه ما انخلق. أنا هسه بدي أشوف المدير و... انا مش عارف، بس يا ربي انا مضطر ارجع للشقاوة وقلة الادب تاني. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه يا دنيا بتعملي فيا كده؟ ليه؟ روح يا حسن، ربنا يكتر من امثالك يا بطل. أنا لا يمكن أسامح نفسي. أنا اليوم اكتشفت وجهي الحقيقي. أنا اليوم شفت قديش أنا إنسان نذل ومادي وحقير. هاي الشركة اللي حاملتني في قلبها وبطنها سنين، أنتوا متخيلين؟ هذا الإنسان اللي جوا قديش حامل همي، قديش قلبه علي، قديش بده يحميني من نفسي ومن طمعي ومن جهلي، قديش هو بفكر فيه، كل همه بس انه يشوفني بكبر وبتطور. يا نهار ابيض، ايه الجدعانه دي؟ وانا كل همي كان الفلوس. هذا الانسان اللي جوه هو حامل قضايا انسانيه جواته، حامل قضية تحرير الأرض والعرض، حامل قضية القدس وفلسطين والسودان والنرويج وماليزيا. يا نهار أبيض، إيه الجدعنة دي؟ هذا الإنسان أنا هو حاجة من الاتنين ملهمش تالت. يا إما أنت لما دخلت الحسن اشتغلك وأنت بتقول أي كلام، أيوه، يا إما الولد حسن ده فعلا بطل قومي، أيوه، وأنت برضو بتقول أي كلام.